بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير المسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر في هذه الظهيرة المباركة من هذا اليوم الجمعة. مشاهدينا الأكارم، روى البخاري ومسلم رحمهم الله أن الأقرع ابن حابس رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن ابن علي، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم لا يرحم. هذه الرحمة النبوية من الله عز وجل، وهذا هو الهدي المعصوم في معاملته افتقدته بعض الأسر في حمأة ضغوط الحياة وتزايد أعباء المعيشة. أضف إلى هذا قلة العلم وضعف الروابط الأسرية لتجد أن العنف في التربية بات ظاهرة، ولا نقول ظاهرة عامة، وإنما ربما يكون هناك بعض المنازل تعاني من غياب الرحمة والشفقة بالأبناء وبأفراد الأسرة، وقد يكون العنف هو سيد الموقف في هذه المنازل. هناك تهديد واضح لاستقرار المجتمع وترابط الأسر من خلال تفشي ظاهرة العنف الأسري. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا ترفرف عليها الأمن والاستقرار والسلام والاطمئنان والرحمة. نتحول بكم مشاهدينا الكرام إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، نتابع من هناك مقطع من خطبة الجمعة، نعود بعدها إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع ضيفنا وشيخنا الكريم، فكونوا معنا. أيها المسلمون، الأسرة المسلمة ركن رئيس من أركان المجتمع المسلم المتكامل، وعليه فإن كل ما يطرأ على تلكم الأسرة من استقرار واضطراب وخفة وأناة ورفق وعنف سينعكس بالضرورة على المجموع بقدر ما لتلكم الأسرة من مكانة وأثر في المجتمع قل ذلكم أو كثر. لذلكم كله أكد الإسلام أهمية الأسرة ومدى تأثيرها البالغ على المجتمع المسلم إيجاباً وسلباً. كيف لا؟ والأسرة هي أساس النشء والتكاثر، فلا أسر بلا توالد، ولا مجتمع بلا أسر. لذلكم أقسم الله جل شأنه بأصل الأسرة، إذ قال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال بعض المفسرين: إن المقسم به في الآية آدم عليه السلام وما ولد من ذريته، فإن الله جل شأنه لما أقسم بالبلد الذي هو أصل الساكن أقسم بعده بساكن البلد، فكأنه أقسم بأصول الموجودات. وبهذا القسم يظهر الوالد والولد الذين تتكون منهم الأسرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. إذا تبين ذلكم عباد الله، فلنعلم أن العنف الأسري من أعظم ما يهدد كيان الأسرة المسلمة، ويثلم لحمتها ويبددها شذر مذر. من أعظم ما يهدد كيان الأسرة المسلمة ويثلم لحمتها ويبددها شذر مذر، لتنتقل عدواها إلى ما يجاورها من أسر وبيوتات، فتنشأ حالة من الوجوم والاضطراب تتجاذبهما حاضنات من التهور والقسوة والجهل بالحقوق والواجبات والمسؤوليات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثان في هذه الحلقة بضيفنا الكريم
فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم في هذه الحلقة. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث هنا نحو أسرة آمنة مطمئنة في شرعنا الإسلامي، ما أجمل أن نتحدث هنا عن تشوف الشريعة الإسلامية لأن يكون هناك أسرة قائمة على البر والتقوى والرحمة والعطف، ونحن أيضا نتابع هذه السيرة العطرة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجر أزواجه رحمهن الله ورضي الله عنهن. الشيخ الكريم، تحدثنا بداية حفظكم الله عن حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحمد الله عز وجل وأشكره وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. هذا الحديث العظيم الذي أشرت إليه حفظك الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هو ضمن منظومة كاملة جاءت بها الشريعة في إنشاء الأسرة المسلمة وإعدادها ورعايتها والمحافظة على كيانها. ولذلك نجد أن القرآن الكريم بيّن الجوانب الكثيرة المتعلقة بالأسرة من أول لحظة من إنشائها، من الحث على اختيار الزوجة الصالحة التي هي محل أولئك الأبناء الذين سيكونون في رحمها، ثم سيخرجون بعد ذلك إلى المجتمع. ثم رعى الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية إنشاء تلك الأسرة، من حيث كما قلت اختيار الزوجة، من خلال تربية الأبناء، من خلال رعاية الأبناء، وانتقلت تلك الرعاية والاهتمام حتى آخر لحظات الحياة الزوجية التي كتب عليها الانتهاء، من الكلام على الطلاق والعدة والميراث. كل هذا دلالة على أن الإسلام لم يترك لحظة واحدة في حياة هذه الأسرة فارغة دون توجيه. فالأسرة منذ إنشائها إلى انتهائها هي محاطة بالرعاية والاهتمام والتوجيهات الإلهية والنبوية، حتى تكون أسرة سليمة قائمة على شرع الله عز وجل، لها آثارها وتنتج النتائج السليمة. إذن نخلص من حديثكم فضيلة الدكتور إلى أن من أراد أن يبني أسرة قائمة على الرحمة والمحبة وقبل ذلك التقوى، عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة قبل قضية الجمال والنسب والحسب والمال وغير ذلك، كما أرشد بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه هو الذي يبقى وهو الذي له هذه التأثيرات الإيجابية التي تكلمنا عنها، من إقامة هذا البيت إقامة شرعية دينية تتمثل وتتصف بالصفات التي أمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يثرب على الإنسان شيخنا الكريم إن بحث عن الجمال بعد التقوى والدين والعلم الشرعي؟ هذه كلها من المشروعات والتي يكمل بعضها بعضا، ولا تثريب على من ابتغى ذلك. نعم شيخ الكريم، دعنا ننتقل إلى جانب آخر. الله عز وجل في كتاب العزيز أقسم بالأسرة بقوله تعالى: ووالد وما ولد، يبدو في سورة البلد. نعم. نريد منكم شيخنا الكريم أن تعطونا دلالات ذلك القسم العظيم من الله عز وجل. نعم، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه في كتابه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله عز وجل. ومن دلالات قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته الإشارة إلى أهميتها وعظمها وإلى مكانتها وإلى تنبيه الناس على المكانة العظيمة التي يتبوأها هذا المقسم. فالله عز وجل أقسم بالشمس وبالقمر وبالليل والنهار وببعض الأوقات وببعض الحالات، ومنها هذه الأسرة، سواء كان المقسم به في الآية هو آدم وحواء أو كل والد وما ولده من سائر البشر. نعم، ربما شيخ الكريم يعني ونحن نتحدث عن الأسرة، ما أجمل أن نقضي ساعة في بيت النبوة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني مع سبطيه الحسن والحسين وتعامله مع زوجاته. نعرف ذلك الموقف حينما أحد الزوجات، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، غارت فرمت بالطبق، وهذه المواقف ربما التي لو حدثت لأحدنا لطاش عقله، وربما يعني أقدم على تصرف لا يمت للأخلاق بسلا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف بحنان وعطف عظيم واحتواء لمثل هذه المواقف التي قد تعترض الإنسان في حياته. نريد منكم شيخنا الكريم يعني الحديث عن
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله. اللهم صل وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في بيته خاصة موجودة في كتب السير وفي كتب السنة لمن أراد أن يطلع عليها، والحقيقة أن هذا من نعمة الله عز وجل علينا، أنه ما هناك جوانب كما يقولون مظلمة وغير مضاءة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل جوانب حياته صلى الله عليه وسلم مشرقة والشمس أضاءت عليها في كل وقت، وبالتالي لا يوجد عذر لأحد من الناس أن يجهل شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله في سائر حياته، وخاصة مع زوجاته ومع بناته ومع أبنائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة العليا وكان المثل الأعلى لأمته ولصحابته ولإخوانه من المسلمين المتقدمين والمتأخرين في كافة أنحاء حياته. ما على المسلم إلا أن يبذل شيئا من الجهد للقراءة أو الاستماع لهذه السيرة العطرة التي تضيء أمامك أيها المسلم جوانب حياتك. ما تمر بمشكلة إلا وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها، مع زوجاته، مع بناته، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الصحة، في حال المرض، في حال السفر، في حال الإقامة. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة أمامنا كي نستفيد منها ونتعلم منها. اليوم يا أخي الكريم كثير أو نقول بعض من الناس تجد أنهم ألموا بحياة بعض المشاهير وبتفاصيلها وبدقائقها، ولكنهم عجزت أرواحهم وأبصارهم وعقولهم وأوقاتهم أن يفرغوا شيئا منها للقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لهم نعم القدوة ونعم المثل ونعم المقتدى به. هذا مما نعاني منه اليوم، وكثير من مشكلاتنا اليوم ناتجة من أن هناك فاصلا كبيرا واسعا جعلناه بين حياتنا وبين حياة أسلافنا. جميل. وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. نعم شيخ الكريم، يعني محورنا القادم أحسبه غاية في الأهمية. نحن نتحدث هنا عن حرص كثير من الناس على الاقتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في دله وفي صلاته وفي صيامه وغير ذلك من العبادات المجردة، لكن في قضية التعامل نعرف الرسول هدى صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى صالح الأخلاق. قضية القبلة في المنزل، اللمسة الحانية، الكلمة الطيبة، التعامل الرائع ما بين الزوج وزوجته، يعني ربما يكون غائب لدى يعني بعض من يحرصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه وصلاته، نريد منكم التوجيه الشرعي في ذلك. الله عز وجل علمنا أن نجعل كل حياتنا له سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن زعم أو أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شق واحد من حياتي وهو الحياة العبادية المحضة فإنه مخالف لأمر الله عز وجل. المطلوب من المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كافة أجزاء حياته، الجزء المتعلق منها بالجزء البشري، أما بالجزء المتعلق بالوحي والتشريع وما أمره الله عز وجل به على سبيل الخصوصية فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يمنعنا أخي الكريم من إتقان ذلك ومن القيام بذلك هو أولا جهلنا بهذه السيرة. قليل من الناس من يقرأ ويتعمق في السيرة ويستمع إليها. اليوم بحمد الله هناك مقاطع كثيرة من السيرة موجودة مسجلة، بإمكان من لا يستطيع أن يقرأ أن يستمع إليها، لكن جهل كثير من الناس بتفاصيل هذه الحياة النبوية الكريمة يجعلهم لا يقتدون بها. كذلك زعم بعض الناس أن يعني هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانة لا يمكن لبقية البشر ولسائر البشر أن يصلوا إليها، هذا زعم باطل ربما يمنع بعض الناس من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السيرة العطرة، الحياة المشرقة، الحياة العائلية الأسرية المليئة بالإيمان، المليئة بالحياة، المليئة بالرحمة والشفقة، التي يعجز الواصف أن يصف مقدار الرحمة والرأفة التي كان يفيضها النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه على أهل بيته، على زوجاته، على أبنائه وبناته. اليوم كثير من الناس يعجزون عن أن يبذلوا ولو شيء يسير
من هذا الذي كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخنا الكريم إن العين تدمع وهي تتابع هذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من بين المواقف أيضا حينما أمر بعطاء لإحدى النساء فقال إنها إحدى صويحبات خديجة رضي الله عنها. أي وفاء، أي نبل، أي يعني ارتفاع في الخلق، أي سمو في التعامل، يعني يعجز حقيقة اللسان أن يصف هذا الموقف النبوي العظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أستاذك شيخنا الكريم ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم، أشكر لك حسن استرسالك وترتيب هذه الأفكار والمحاور في الحديث عن هذه السيرة العطرة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. أستاذك بهذا الاتصال نعود إن شاء الله لاستكمال محاورنا. معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري الناشط الأسري وأيضا مستشار إمارة المنطقة الشرقية. السلام عليكم، مرحبا بك أبا عبد العزيز. السلام، حياك الله أخي عبد الرزاق وحيا الله ضيفك دكتور العباس، وأنا سعيد والله بطرح مثل هذا الموضوع. نعم، الله يكثر من أمثالكم. نعم فضيلة الدكتور، دعنا نتحدث هنا حديثا من القلب إلى القلب، ونحن نشاهد ربما بعض منازلنا تعاني من هذا التصحر العاطفي، نريد منكم شيخنا الكريم بعض اللمسات التي من خلالها يتم نشر الرحمة والمحبة في داخل الأسر. طبعا أخي عبد الرزاق، يعني أنا ما دام أنت قلت من القلب للقلب، نعم الحقيقة كنت قبل أن أداخل مرتب أشياء أبغى أقولها وربما كانت فلسفة، لكن بما أنها من قلب القلب. نعم أخي عبد الرزاق، في ظل التكنولوجيا الموجودة الآن في بيوتنا، الآيفون، الجالكسي، تويتر، فيسبوك، سنابات، أنا أشعر أنه ما ودي نقول من هلك الناس فهو لكم، لكن لابد أن نقولها بملء فينا ولا نستحي، نشعر بخيبة إحباط، نشعر بخيبة أمل، نشعر بتصحر مثل ما أنت وصفت هذا هذه العبارة، تصحر عاطفي. للأسف الشديد أصبح كثير من البيوت الآن عندهم صداقات وصحبة وصداقة افتراضية مع أناس آخرين، تجد ابتسامات توزع، تجد أني أتابع يعني بسناب ربما أدي الساعة كاملة أتابع رجال أو نساء أو حتى مهمين أو أيا كان، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، حتى صار بعضنا يعجب بتلك الشخصيات، يقول هذه ليت هذا والدي، ليت هذه أختي، ليت هذه بنتي، ليت هذه زوجتي، الزوجة تقول ما شاء الله هذا الرجل ليته كذا، لأنه صار يعطيهم تفاصيله وحياته الخاصة. هذه الأشياء الحقيقة جعلت بعضنا يعيش بحالة اسمها مقارنة. لكن شيخ الكريم، إن أذنت لي يا دكتور غازي حفظك الله، هو يريهم المظاهر المصطنعة له، ربما هو مع أسرته قد يكون سيء الأخلاق. أحسنت ما شاء الله عليك، وهذا هي الفرق بين الحب الحقيقي والحب المزيف. نحن دائما نقول أن الحب المزيف أو هذا الحب المصطنع ترى هو يعني أمام الكاميرا، هو نص ساعة يبغى يظهر فيها أفضل ما عنده. نعم. وربما أنا أعرف أشخاص يا شيخ تجده أمام الملأ وأمام الناس وأمام الكاميرات وأمام السنابات قدوة ومثالي، وتجده والعياذ بالله صوت في الأرض وصوت في أهله. نعم. تجده ما سمع منه حتى كلمة حلوة، تجد بعضهم شاعر رومانسي يرسل، والله بعض البنات والنساء تقول والله إذا جاء ضيوف عندنا نسمع قهقهة الزوج في المجلس، وإذا دخل البيت كأنه ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. نحن دائما نقول هذه من فينا، خيركم لأهله، والله وتالله وبالله الذي لا يكون له خير لأهله لن يكون له خير للغير. والأمور الحمد لله بسيطة، ترى رسالة جوال، ابتسامة، لمسة حانية، شكر، دعاء. يا أخي لو جيت إلى بيتك والمرأة يعني رأتك جائعا فقدمت لك طعام مع ابتسامة حلوة وقبلة، هذا قمة الحب والعطاء. هل هذا يصعب على نسائنا؟ هل يصعب لما يأتي الرجل ويجد ابنته أو زوجته نائمة ويأتي بالبطانية يغطيها مع مسحة على الرأس وهي ربما تشعر فيها تبقى معها إلى الصباح؟ هل هذه صعبة؟ المشكلة نحن نظن أن, 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 أن العاطفة والحب يحتاج منا إلى استقبال قبلة وإلى نية وإلى وضوء وإلى أموال، وهي ابتسامة مشرقة وشاعر بياضة، حب صادق.
شيخ غازي، لا عندك تهديها ولا ماء يسعد النطق إلا مسعد الحال. البعض شيخنا الكريم يعني ربما يفسر تعامله الطيب مع أسرته بأنه شرخ في رجولته، يعني أريد منكم التوضيح ذلك شيخنا الكريم. يا أخي هذه مشكلة، دائما نسمع كلام في الواتسابات ويرسلونها دائما يقولون مشكلتي أني طيب. شوف انظر إلى هذه العبارة، مشكلتي أني طيب. الطيب ما يعيش في المجتمع، الطيب الناس يركبونه. يا أخي من قال لك هذا الكلام؟ من قال هذا العبارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية وتمسك يده ولا يتركه حتى يتتركه. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على منبر يخطب الجمعة ويترك المنبر وينزل ويحمل الحسن والحسين. الرسول في عبادة ويسجد سجود طويل ويركب على ظهر غمامة. الرسول كان يغتسل مع عائشة في إناء واحد، كان يتسابق معها. الرسول يغلق الباب في وجهه صلى الله عليه وسلم، الباب يسكر في وجه النبي، ومع ذلك ما قال والله أخشى أن يقول. الصحن يكسر أمامه من زوجة ثانية ويبتسم ويقول كلوا غارة أمكم. لا. يا جماعة بالنهاية أنا أبغى أوصل عبارة، أنت لما تكسر الذي أمامك تكسر من؟ هل هو عدو؟ ترى بالنهاية زوجتك أو زوجك. إذا أنا أقول أن العلاقة بيننا نحن كأزواج هي علاقة تكامل، ليست علاقة تفاضل. ترى ما في فضل زوج على زوجة أو زوجة على زوج، بعضنا يكمل بعض. إذا شعرنا أن بعضنا يكمل بعض سوف نضع الكبرياء الموجود عند أحدنا تحت أرجلنا. بالنهاية أنت تمثلني وأنا أمثلك. في الغرب في أمريكا الزوجة ماذا يسمونها؟ ترى من يسمونها باسم الزوج، يعني حتى أبوه. يعني نحن لا نريد أن نصل هذه المرحلة. نحن في إسلامنا وفي ديننا، وخطبة الشيخ سعود الشريم يعني الله يجزاه عنا كل خير لما تكلم عن العنف الأسري، وللأسف كيف أنه بدأ يفشو في مجتمعاتنا وصار أحدنا لا يملي عينه شيء. أكبر دليل يعني إما قد تكون والعياذ بالله دوافع اقتصادية، دوافع اجتماعية، دوافع يعني دائما. أنا ما أريد أن أسمى بمحامي النساء، لكن غالب العنف يكون من والقسوة تكون من الرجل. إذا أنت أيتها المرأة أنت مستودع للعاطفة، والرجل بإذن الله عز وجل كما يقال يضع في هذه الزهرة. أنا أقولها باختصار حتى ما أطيل عليكم. نعم. المرأة كالزهرة، إذا أنت لم تسقي زهرتك سوف يأتي من يسقيها غيرك. نعم. الله يعطيك العافية الشيخ الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري الناشط الأسري وأيضا مستشار إمارة المنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك. ربما أشار إلى أن العنف ربما يأتي من بعض الرجال، لكن ما أجمل المرأة أيضا أن تكون مستودعا للعاطفة والمحبة حتى تقطع الطريق على عنف الرجل. نريد منكم شيخنا الكريم حديثا في ذلك. نعم، لا شك أن يعني أكثر الممارسات العنف اليوم هي من طرف الرجل، ولكن للمرأة دور كبير وواجب كبير عليها، واجب كبير في إطفاء جذوة العنف هذه. جميل. بجميل كلامها وبحسن تعاملها وبحكمتها وبصبرها وبمشاعرها الفياضة والجياشة التي تضفيها على سائر أنحاء البيت. نعم. على الرجل، الأب، على الأولاد، على البنات. فكلما كانت المرأة قائمة بواجبها كما ينبغي كلما خفت أجواء العنف التي يمكن أن تسود بعض بيوتنا. ولا أقول هذا الكلام يعني من باب أن نحمل المرأة أيضا يعني شيئا من أو شيئا كبيرا من الواجب، ولكن مثل ما أشار الدكتور غازي في حديثه الرقة واللين والمشاعر الفياضة تمتلكها المرأة أكثر من الرجل، فبالتالي هي كلما يعني حجبت شيئا مما تملكه كلما غطي ذلك النقص من جهة الرجل بماذا؟ بالشدة والغلظة والعنف وما أشبه ذلك. لدينا شيخ الكريم محوران عن العنف الأسري وكذلك عن تأثير قنوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة عن الترابط الأسري. نستأذنكم بهذا الفاصل، نعود إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالبقاء. واعلموا أن الإسلام دين كامل بيّن الله به علاقة المرء بربه وعلاقته بخلقه، فما من شر قد حذر منه إلا فتح أمامه أبوابا من الخير، وما من داء إلا فتح أمامه دواء لا يغادر ذلك الداء. وإن معضلة العنف الأسري لجديرة
بأن تكون من أولويات اهتمامات المجتمع المسلم، لأن استقراره الاجتماعي والنفسي لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن استقرار الأسرة التي هي أسٌ في المجتمع. فكان لزاماً على المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية العام منها والخاص أن تُعنى بتلكم المعضلة أيما عناية، وذلكم بالتوعية الفكرية المنضبطة لقيمة الأسرة في المجتمع، وتحصيل سبل استقرارها، ودفع سبل تفككها قبل الوقوع أو برفعها بعد الوقوع، وتقديم الدراسات والدورات الصفية والميدانية التي تقضي على العنف الأسري أو تحد منه بنسبة كبيرة على أقل تقدير. كما أنه ينبغي للجهات المشرعة أن تولي اهتمامًا بالغًا في سن ما من شأنه ضبط الأسرة، وسن ما يمكن من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة للممارسات اللامسؤولة من قبل الأولاد تجاه الأبوين، أو من الأبوين تجاه الأولاد، أو من الزوجين تجاه أحدهما، أو التعسف والانحراف عن أمر الله بإبراز الفتوة في استخدام الولاية لتنقلب من إرفاق بالأسرة إلى شقاق بها. كما أن على المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في استحداث الموضوعات الدراسية التي تعنى بشأن الأسرة في كافة مراحل التعليم، من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، فإن مثل تلكم الاهتمامات الجادة تمنح الأسر والبيوتات وعياً ملازماً يمكن بموجبه الخروج من زوبعة ذلكم الطبع الشارخ سياج الأسرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثان بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور العباس بن حسين الحازمي، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك يا شيخنا الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا. نحن نعيش اليوم يعني نهاية الأسبوع، ما أجمل أن يكون هناك يعني ربما نقول لمسات حانية في داخل منازلنا من خلال خروج إلى مكان ليرفه الزوج عن زوجته وعن أطفاله بعد عناء أسبوع كامل. فضيلة الدكتور، تحدثنا هنا عن العنف الأسري وتأثيره على تماسك الأسرة المسلمة. نعم، لا شك أن يعني هذا من أول وأكبر المعاول التي تمارس هدم الأسرة المسلمة، سواء الأسرة الصغيرة المختصرة أو الأسرة الواسعة. فإن المجتمع يتكون تقريبا من ثلاث درجات من الأسر، فالدرجة الأولى هي الأب والأم وما بينهم من أولاد، الثانية هي العائلة الكبيرة، والثالث هي المجتمع المسلم كله. فالمجتمع المسلم كلما كانت الدوائر الصغرى من عائلاته متماسكة كلما كان المجتمع متماسكا. ولذلك أدنى صورة من صور العنف تتفشى في المجتمع الصغير وفي العائلة الصغيرة لا شك أنها تنمو وتكبر وتكون طابعا وديدنا وسمة لهذا المجتمع الكبير. وكلما قضينا على هذه على مظاهر العنف في داخل الأسرة الواحدة، كلما ساهمنا وباقتدار وبنجاح كبير في تنقية وتخلية وتخليص المجتمع الواسع من هذه المظاهر. بذرة العنف هذه إنما تنشأ داخل هذا المحضن، فإذا نجحنا في وأدها وفي علاج هذا المصاب بها في هذا المكان، فإننا نساهم بنجاة المجتمع كله من هذه البذرة. وإذا غفلنا عنها بل ونميناها وغذيناها وساهمنا في 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 تنميتها من خلال المواقف الموجودة في بعض الأسر اليوم، لا شك أن هذا العنصر يصبح عنصرا خطرا على المجتمع بأكمله، لأنه غذي في هذا الأمر من صغره. وأريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة، وقد أشار لها الشيخ سعود في خطبته اليوم، وهي مسألة مهمة، وهي يعني ضعف الوازع الديني وأثره في هذه الإشكالات وخاصة موضوع العنف. ولهذا نجد أن في القرآن الكريم مثلا في سورة الطلاق وقبلها في سورة البقرة كثيرا ما يأتي في ثنايا الآيات
في جانب الآيات التي تتكلم عن المسائل الزواج والعدة والطلاق يأتي التذكير بماذا؟ لمن كان منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما معنى التذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر في هذه المواضع بالذات مع أهميته في كل مكان؟ المعنى الذي ذكره أهل التفسير أن تذكرك لله عز وجل وإيمانك به ومراقبتك له ومعرفتك أن هناك يوم آخر يحصل فيه التقاضي ويحصل فيه الجزاء يردعك ويمنعك ويحجزك عن ظلم أهلك وذويك في هذا المكان، لأن غالبا مثل هذه المظاهر أخي الكريم تحصل داخل البيوت، تحدث تحت ستر البيوت، تحدث وراء أبواب البيوت، خلف الأسوار، خلف الأسوار لا هناك شهود ولا توثيق ولا كذا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر يردعه ويحجزه عن التمادي والاستمرار في هذا الظلم. أمر آخر وهو التقوى، فإن ذكر التقوى جاء كثيرا في ثنايا وفي ختام آيات الطلاق والنكاح والأسرة، دلالة على أن كما قالت تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكلما كانت الأسرة عابدة لله متقية لله، كلما كانت أوقاتها عامرة بذكر الله مليئة بطاعة الله، كلما كان أفراد الأسرة ممن يتعاون على البر والتقوى، ممن يتواصى بالصلاة والصوم والذكر ومراقبة الله عز وجل، كلما كانت أجواءهم أجواء روحانية، أجواء إيمانية، أجواء محبة، أجواء خالية من التشنج، خالية من العنف. ولكن كثير أو بعض، لا أريد أن أقول كثير، بعض بيوتنا اليوم خالية من كل تلك المظاهر الإيمانية. فماذا ما هي النتيجة؟ امتلأت بمظاهر العنف والصراعات والخلافات والجدل وما أشبه ذلك. نعم، نستذكركم شيخنا الكريم بهذا الاتصال. معنا فضيلة الدكتور سامي الحمود وهو مدير إدارة البرامج الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات. مرحبا بك فضيلة الدكتور وشكرا لحضورك الصوتي معنا في البرنامج. مرحبا بكم وأهلا بكم وضيفكم الكريم وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات. فضيلة الدكتور، تحدثنا وفقكم الله عن تأثير ظاهرة التفكك الأسري، وهنا لا نقصد بالتفكك الأسري هو ما قضية الطلاق وغير ذلك وانفصال الأبوين، وإنما ننتقل إلى ما هو ربما أعم وأشمل وهو قضية انشغال الأب والأم بقنوات التواصل أو حتى بالخروج خارج المنزل وترك الأبناء مما يوقعهم في المخدرات وغير ذلك. نريد منكم التحدث عن هذا الجانب تحديدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا شك أن موضوع الأسرة هو من أهم الموضوعات التي هي تمثل روح المجتمعات وهي اللبنة لبناء كل مجتمع. موضوع المخدرات على وجه الخصوص من أعظم المهددات لكيان الأسرة اليوم. وجود مظاهر للعنف الأسري في الأسرة أو الإهمال مثل ما تفضلتم أو غياب رقابة ومتابعة الوالدين له هو في الحقيقة ذو شقين. الشق الأول هو أثر من آثار للأسف الشديد هذه الآفة المدمرة، المخدرات وأثرها إذا تلطخ الوالد بتعاطي هذه الآفة وتظهر آثار هذا العنف على أفراد الأسرة، على الزوج وعلى الأولاد في البيت. والشق الثاني أنه هو مسبب للأسف الشديد، لدينا دراسات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وأيضا اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أكدت هذه الدراسات أن كثيرا من المدمنين وبالتحديد 57% من المدمنين كانت قسوة الوالد أو العنف الأسري الذي تعرض له المراهق مسببا لدخوله لعالم الإدمان وتعاطيه المخدرات. فنحن لا شك أنه الدراسات وأيضا القضايا التي تعلن بين الفينة والأخرى، القضايا المجتمع، أحوال الأسر التي يعني تليت بآفة المخدرات تفصح الحقيقة عن هذا الأثر الكبير لهذه المواد وانتشارها في أوساط المجتمع المسلم وأثرها على تصرفات الوالد. ووجود هذه المظاهر للأسف الشديد من العنف الأسري أو الغفلة من الوالدين هي مرتبطة ارتباط كبير بهذه الآفة. نعم،
نعم فضيلة الدكتور سامي الحمود مدير إدارة البرامج الوقائية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لكم. ننتقل إليك ضيفنا الكريم للحديث أيضا عن العنف الأسري وتأثيره على المجتمع، ما يتعلق أيضا شيخ الكريم بتخريج يعني مجرمين، بتخريج أناس قد يكونون على المجتمع من خلال وجود حالات العنف الأسري في المنازل. نعم مثل ما أشرت قبل قليل أن الإغفال مثل هذه الحالات ووجودها في المنازل وعدم علاجها بوقت مبكر والتقصير الموجود في بعض البيوت في علاج هذه الحالات، لا شك أنه ينتج عندنا مجموعة من حالات العنف تتجاوز أسوار البيوت إلى بقية أنحاء المجتمع. وكلما قامت البيوت بواجبها الحقيقي وكذلك المؤسسات التربوية، وقد أشار الدكتور الشريم في خطبته إلى الواجب الحقيقي على المؤسسات التربوية، وأنا أحب أن أؤكده. الحقيقة كلنا درسنا في مدارسنا بمختلف مراحلها، هل ثبت في أذهاننا، هل رسخ في عقولنا بعض المواد التربوية أو بعض المعاني النفسية والاجتماعية التي أعانتنا وساعدتنا في حياتنا الاجتماعية اليوم؟ أنا أقول قليل من هذه المعاني الذي ثبت. يعني تقصد تطالب بوجود مثلا مادة عن التربية الأسرية، مقررات مواد موضوعات ضمن المقررات سواء في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية يدرسها الجميع، تكون عونا لهم في حياتهم الاجتماعية التي سيقبلون عليها رجالا ونساء. لا شك سيقول بعضهم موجود مثل هذه المفردات في بعض المقررات مثل الثقافة الإسلامية وغيرها، ولكن ليس الجميع يدرس مثل هذه المقررات. هذا جزء من الواجب الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية في حماية المجتمع والبيوت والأسر من هذه الأزمة ومن هذه المشكلة. ولا شك أن العبء الأكبر يقع على البيوت، لكن إذا كانت البيوت عاجزة عن علاج مشكلاتها فلا شك أنها أعجز عن حماية المجتمع من هذه المشكلة. نعم مشاهدين الكرام، أيضا معنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخطوب، وهو الوكيل السابق لوزارة الداخلية لشؤون الحقوق. مرحبا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بك، حيا الله الأخوة المشاهدين والمستمعين، ورحب بضيفك العزيز. نعم إن شاء الله سبحانه جميع التوفيق والسداد. فضيلة الدكتور، لديكم تجربة طويلة ربما أنها تناهز 10 سنوات في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، نريد منكم الحديث عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نشوء هذه المشكلات الأسرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بلا شك أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن لها إسهام كبير في صلاح النشء، وكذلك لها إسهام كبير في تطوير الدول والمجتمعات. والعناية بالأسرة والعناية بالنشء يكون سبب الاستقرار الأمن والاستقرار الاجتماعي وتطوير البلدان ونمائها. وكون الآباء أو الأمهات يتخلون عن الواجب الذي أناطه الله عز وجل بهم، فإن تخليهم سيكون له أثر سلبي جدا على أولادهم وعلى بناتهم. فما نشأ أو ما نشأ جيل أفسد في مجتمعه وضر نفسه وضر أهله إلا بسبب تفريط أسرة وتفريط والد. الله عز وجل حينما شرع الزواج بدايته قال: ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تسكن الزوج يسكن إلى زوجته. فاختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، ثم بعد تربية الأولاد والبنات، خصوصا نحن الآن في زمن أصبحت التربية فيه تتضاعف عبئها وحملها على الآباء والأمهات. صحيح. مع الانفتاح الإعلامي والانفتاح الاجتماعي، ونعيش وللأسف طرفي نقيض بين إفراط وتفريط، بين أسرة توفر لأبنائها وبناتها جميع أسباب الرفاهية والراحة حتى نشأ جيل بيده كل شيء يريده، فظن أن ما طلبه يحصله بالمال أو يحصله بأي شيء بالتأثير على والديه، فكانوا لهم الأثر الشديد على نشوء كثير من الجرائم، أيضا على إفساد مجتمعاتهم وتقويض أمنها واستقرارها. أي جيل أو طرف آخر نشأ إلى التشديد والمعاتبة، وأصبح التضييق على أولاده وعدم الاتصال بهم وتعنيفهم وتوبيخهم
حتى أصبح لهم نفرة عن بيتهم وعن أسرهم، ولا يعلم الوالدان ما يخبئه الأبناء والبنات، بل إنهم نفروا منهم حتى لا يسمعوا منهم، يسمعون من الآخر ويسمعون من أولادهم، لذلك أصبحوا ضحية سهلة لأعداء هذه الأمة ولأعداء هذا الدين. أكثر المشاكل أول ما ينشأ الأولاد أن يقعوا ضحية للمخدرات، وهذا إذا وقع ضحية للمخدرات بدأ باب الشر، والشر رويدا رويدا حتى يكون مجرما. نسبة كبيرة جدا من الجرائم التي تقع في الدولة هي بسبب المخدرات، والمخدرات إنما نشأت بسبب تفريط من الأولاد وتفريط من الأسرة. أولا، كيف يرضى الأب أن ينام وأولاده خارج بيته؟ كيف تقبل الأم أن تغفل بناتها وتطلع على ما يعمل ويتواصلن عليه؟ كيف يكون الأب يظن أن التربية بالتعنيف أو بالشدة، إنما التربية بالحكمة والموعظة والمخالطة؟ وأيضا سؤال الأولاد والتقرب منهم، وألا نجعل بيننا وبين أولادنا شيء من الحواجز سواء النفسية أو الاجتماعية. الأولاد نصادقهم، نسألهم، نناقشهم، نجعل لهم مجال الحوار والنقاش، نوفر لهم ما يحتاجون. أيضا لا يعني ذلك التشكيك، الرقابة ليست هي الشك، وإنما الرقابة هي التقويم، المساهمة، المساعدة، التوجيه. فليس يعتقد بعضهم يقول لا أشك في أولادي، لا يعني ذلك أن نقول شكك في أولادك، وإنما يقول لا تقبلهم، لأنك مسؤول عنهم وعز الله عنهم أمام الله. جميل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. شكرا لكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب، الوكيل السابق للحقوق في وزارة الداخلية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عود لك يا شيخنا الكريم، ربما فضيلة الدكتور أشار إلى قضية أن يصاحب الأب أبناء وكذلك الأم بناتها، وأن يكون هناك مودة ورحمة وعطف، واطلاع أيضا على شؤونهم وأين يذهبون وفيما يطالعون وماذا يقرؤون وغير ذلك من تلك الأمور. أنا أتذكر موقف لأحد الفضلاء، كان هناك لقاء رياضي سيقام في وقت الصباح في وقت المدارس، فكتب هذا الابن تغريدة ما هي الطريقة المثلى للتخلص من الوالد حتى نحضر هذا اللقاء في المنزل. فجاء هذا الوالد ورد عليه في التويتر وقال أبدا تصارح والدك وبإذن الله لن تجد لك كل خير. فأنا تواصلت مع هذا الفاضل، يعني بيني وبينه علاقة، فقال بالفعل ذهبت إلى المدرسة واستأذنت لابني وأخرجته وذهبت به المنزل وشاهد هذا اللقاء. مثل هذه المواقف التربوية حتى ولو لم نكن مقتنعين بما يقوم به الابن، لكنها سيكون هناك تأثير كبير جدا يسهل من خلاله التعامل مع هؤلاء الأبناء. التوجيه الشرعي في ذلك، لا شك أن النماذج المشرقة الإيجابية في تربية الأبناء والبنات ويعني نقلهم إلى ساحل النجاة كما يقولون في هذا الأمر كثيرة جدا، وبحمد الله عز وجل نحن ربما أكثرنا اليوم من ذكر النماذج السلبية، لكن مجتمعنا بحمد الله مليء بالنماذج الإيجابية. نحن عموما في المجتمع المسلم عندنا مزية حبان الله عز وجل إياه لينقل المشاهد نظره إلى المجتمعات الغربية غير المسلمة، يجد كيف أنه لا وجود لما يسمى مثل عندنا بالعائلة الواحدة. اليوم الجمعة كم من البيوت فتحت ليزور الأبناء آبائهم، ليزور الأحفاد أجدادهم. اليوم العوائل عندنا في المجتمعات المسلمة في هذا اليوم يزورون الآباء، تمتلئ البيوت بالعوائل، خصوصا وجبة الغداء يا شيخ. نعم. وفي الأعياد وفي المناسبات. فبحمد الله عندنا نماذج مشرقة في ديننا في مجتمعنا، ونحن عندما نذكر مثل هذه السلبيات قبل قليل لا نقصد أن نلغي الجانب الإيجابي، ولكن نحذر منها، نحمي مجتمعنا من الوقوع فيها، وإلا عندنا من الإيجابيات الأشياء الكثير بحمد الله عز وجل. نعم شيخ الكريم، يعني أيضا قيام بعض المصلحين من داخل الأسر بتقريب وجهات النظر بين المعنف والمعنف، ما تأثير ذلك وعلى تماسك الأسرة وعودة المياه إلى مجاريها؟ نعم، هي الحقيقة الخطوة الأولى التي يجب أن تكون قبل أن تخرج هذه المشكلة إلى خارج العائلة الواحدة، الأولى احتواؤها في داخل البيت، ووجود من يقوم بهذا الدور من داخل البيت الواحد مسؤولية يجب على كل عائلة وعلى كل بيت أن يوجد من هو شخص مقبول من الجميع ليقوم بهذا الأمر.
أما إخراج المشكلة خارج البيت فهذه مساهمة غير مقصودة من هذا البيت في تأجيج هذه المشكلة وإخراجها عن السيطرة إلا في حالات معينة، وإلا الأولى أن يكون هناك من أصحاب الحكمة والعقل الراجح والأسلوب المميز والعلاقة الإيجابية بأفراد العائلة الواحدة من داخل البيت من يحتوي أطراف النزاع، ودون عنف ودون تعنيف ودون إشكالات لتؤد المشكلة في مهدها ويعود الوئام والسلام والانسجام بين أفراد البيت الواحد والعائلة الواحدة. شيخ الكريم، يعني بعض الآباء ربما أنه يعاني من ظرف نفسي معين فيقوم بتسديد اللكمات وركل القدم على هذا الطفل، تحقيق أيضا سحجات على جسمه، وربما يصل إلى إسالة الدماء والكي وغير ذلك مما نقرأ من هذه الحالات وإن كانت ولا الحمد لله قليلة في المجتمع. ما يتعلق أيضا بالتواصل مع الجهات الحقوقية في المملكة العربية السعودية كجمعية حقوق الإنسان وغير ذلك، نريد منكم أن توجهوا رسالة لمن وقع عليه من هذا العنف الأسري، وليس هذا الحقيقة يعني محاولة تأليب الأطفال وأبناء الأسرة على أبائهم، وإنما من نصرة للمظلوم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، ما ذكرت أخي الكريم هو حالات موجودة، وسبب وجودها هو التهاون بها عند وقوعها أول مرة تحت ذرائع عدة، منها الستر ومنها بقاء لحمة العائلة الواحدة. ولكن الذي يقرأ في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حالات مشابهة وأقل من هذا رفعت مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لصلاة الفجر فيجد بجوار بابه المرأة تقف تشتكي زوجها، ما قالت هذه أنا أكتم هذا الأمر وأنا لا أرفعه للجهات المختصة، ولكن التهاون في بعض هذه الحالات يجعلها تكبر وتنمو وتتضاعف وتتفاقم حتى يصعب السيطرة عليها، وبالتالي نرى مثل هذه الحالات من قتل ومن حالات تعذيب ومن حالات وما أشبه ذلك. هذه ليست المرة الأولى، هذه سبقتها عشرات المحاولات، سبقتها عشرات محاولات الإيذاء، ولكن ضويناها بالكتمان وسترناها داخل الأبواب ولم نعالجها، أدخلنا رأسنا في التراب ظنا منا أنها ستزول ولكنها ما زالت، فكانت النتيجة هذه. وينبغي أن يكون ذلك بالتدرج وبالحكمة وبالطريقة المناسبة حتى لا تتضاعف المشكلة وتتضخم. نريد أن نختم شيخ الكريم بهذا المحور، البعض ربما بعض الآباء قد يعني يغلب الجانب الدنيوي على الأخرى، وفيما يتعلق بتربية الأبناء تجده يهتم كثيرا بدراستهم وغير ذلك، لكن قد يكون مفرط بإيقاظهم للصلاة ومن هذه العبادات العظيمة، نريد منكم أيضا حديث في ذلك. نعم طبعا هذا الجانب أنا أعتبره أيضا جانب أخروي، ليس جانبا دنيوي، لكنه اهتم بجانب دون جانب، غلب جانبا على جانب. لا شك أن الاهتمام بالدراسة وبانضباط في العمل وبالقيام بالواجبات الواضحة أمر مهم، ولكن أهم من ذلك هو الاهتمام بالواجبات الدينية الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفصل في ذلك الحديث كما هو معروف. إذن في نهاية هذا اللقاء كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور العباس بن حسين الحازمي، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكر الله لكم شيخنا الكريم. شكر الله لكم وشكر للمشاهدين والمشاهدات. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ولكل من داخلنا في هذه الحلقة نشكر له تواصله في الحديث عن هذا الموضوع المهم نحو أسرة آمنة مطمئنة، وقدوتنا في ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أجمل أن نجعل بيوتنا عامرة بالمحبة والعطف والرحمة والشفقة اقتداء بهدي خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أيضا أن نراقب علاقته بأزواجه صلى الله عليه وسلم من خلال كتب السيرة وأن نتابعها باهتمام ونطبقها أيضا واقعا في حياتنا حتى نسعد بالدنيا والآخرة. وهذا اليوم المبارك يوم الجمعة نهاية الأسبوع هو فرصة سانحة للآباء والأمهات من أجل إخراج أبنائهم
أبنائهم وبناتهم ورسم البسمة عليهم، فهم أولى من الأصدقاء والندماء وغير ذلك. ما أجمل أن نذهب بهم إلى مكان آمن مريح لهم، نتناول جميعا طعام العشاء، أن يكون هناك حوار شفاف بيننا وبينهم عنوانه الأنس والمحبة، حتى بإذن الله تكون بيوتنا قائمة على التقوى والبر والعطف والحنان، وسيكون إن شاء الله مجتمعنا المسلم مجتمعا يتعمره الطاعة والإيمان والاستقرار والمحبة، كما كان ذلك المجتمع المدني الذي أسسه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وأصحابه. نلقاكم بإذن الله على خير وبخير في الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل الأمن والاستقرار والإطمئنان والسعادة والسداد لبلادنا وبلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.